الحصيله ديال الحكومه سياسيا هي النتيجه ديالها هي البطاله والتهميش والطرد ديال شرائح واسعه من الشعب المغربي من اعتبار ديال نمط الانتاج ومن التنميه. فبطبيعه الحال ان السياسات المتبعه هي رفع الاسعار، هي من ترفع الاسعار حتى يكون انعكاس ديالها حتى على الشركات. بطبيعه الحال ان تم اتاحه منذ الازمه ديال 2008 اتاحه المقاولات المتضرره لتسريح العمال الى 5%، تم تخويل الشركات تنزيل السويد. فالمجموع ديال السياسات ديال الحكوميه ادت الى تشريد الى تسريح عديد من العاملات والعمال. وبطبيعه الحال ان الكساد المرتبط بالسياسات المتبعه تؤدي الى اقفالات كثيره. فكاين ازمه في النسيج، كاين ازمه في صناعه الجلد، كاين ازمه في السياحه، كاين ازمه في واحد العدد ديال القطاعات في الفنادق الى اخره. فهاد الازمه تدفع الى تسريح العمال، وكذلك التجميد ديال التوظيف. فحتى بالنسبه للميزانيه العامه ذاك الرقم المعلن عليه فهو فقط دغمائي للاستهلاك، ففي الواقع العدد الحقيقي اللي يمكن يتوظف خلال الوظيفه العموميه خلال 2015 ما تجاوز 7000، واحد 7000، لان حتى نظام التقاعد الى مشى تدخل في منتصف السنه فواحد عدد الناس ما يتقاعدوش، والتشغيل مرتبط بالناس اللي غادي يخرجوا للتقاعد. اذا كاينين واحد العدد ديال المؤشرات اللي هي ناجمه عن السياسات ديال الحكومه اللي ادت لهذه الوضعيه ديال التوسع والبطاله. وحتى ذوك الارقام اللي تتعطى بشكل رسمي من طرف المندوبيه الساميه للتخطيط فهي تقريبا رسميه وتتحاول تحافظ على واحد المستوى معين. ما جينا نشوفوا الواقع راه كاين البطاله هي اكثر من ذاك النسبه. ففي الباديه مثلا الاسره تشتغل في الزراعه، كاين اب واحد اللي تيشتغل ولكن الاخرين لا يشتغلون، يعتبرون كانهم يشتغلون في الزراعه. كاين واحد العدد ديال الاشغال اللي هي هامشيه وتعتبر بحال راه مناصب شغل. اذا البطاله هي اكثر بكثير من ذاك الارقام. وهذا تنعكس على التنميه، تنعكس على الاقتصاد، تؤدي الى ضعف السوق الداخلي، الى عدم امتصاص المنتوجات الزائده، منتوجات كثيره ولكن ما كاينش اللي يشريها نظرا لضعف القوه الشرائيه.